صوم الأربعين المقدس، اليوم 14 آذار. يقول الكتاب المقدس: جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، فلا ننم إذن كالباقين، بل لنسهر ونصحو، فأنتم عارفون أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، لأن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. فقد تناهى الليل وتقارب النهار، وهذا ما يشجعنا عليه بولس الرسول إذ يقول: لنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. من أجل ذلك يحثنا الكتاب المقدس أن نحمل سلاح الله الكامل لكي نقدر أن نقاوم إبليس وأعماله. وبعد أن نتم كل شيء، علينا أن نثبت لذاك الذي خلصنا قائلا لنا: ثقوا إني قد غلبت العالم. فلنطر عنا كل نجاسة وكثرة الشر، ولنقبل بوداعة الكلمة المغروسة في قلوبنا لكي نخلص نفوسنا. أيها الأحباء، يحثنا السيد المسيح على الثبات فيه قائلا: أثبت في وأنا فيكم، حتى إذا أظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه الثاني، عندما سيجازي كل واحد منا على أعماله. إن علمتم أنه بار هو، فاعلموا أن كل من يصنع البر مولود منه. هو واقف على الباب يقرع، يدعونا لنفتح قلوبنا ليدخل ويستريح. لما جاء يسوع إلى أريحة، إلى المكان، نظر إلى فوق فرأى زكا، فناداه قائلا: أسرع انزل، لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. نعم أيها الأحباء، الله يدعونا بيسوع المسيح أن نفتح قلوبنا، عقلنا، حياتنا، ليدخل ويستريح. لذلك علينا أن نصغي إلى صوته عندما ينادينا، عندما يدعونا، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولأقيائه، لكي لا نرجع إلى طريق الضلال، بل نصل معه، مع يسوع، إلى طريق السعادة والخلاص والفرح الأبدي. آمين.